دكتور سامح عاوز اللابتوب بتاع شهاب. شاهل وخلصوه له شهاب. ولسه ما نعدتش اللي عديه. اه عشان بتتفرج قبل ما تنقل. قلت لك 100 مره قبل كده التكمير قبل التفعيص. الله يخرب بيت فقرك. ايه ده شهاب؟ هو ايه ده؟ ده حته جديده كده استلقطها. هنعمله من وراها مصلحه حلو. ايوه شهاب بس بالله. الحته دي يا ابني مش شبهنا. واحنا مكتوب على وشنا الصيني؟ ده رزق عم درويش ربنا بعته، هنقول له لا؟ رزق عم درويش ربنا بعته، هنقول له لا؟ ايوه بس الرزق النظيف ده عمره يعني مفكر يهوب ناحيتنا. الله يا ابني الحته دي ما يقلش تمن عن 5000 جنيه. اديك قلت 5000 جنيه وتقول ايه بقى الشعب اللي وقعه ب 300 جنيه بس؟ اللي وقعه بكام؟ ب 300 جنيه بس؟ اقول له ان انا هخرب بيت اهلك لو ما قلتليش مين اللي جاب الجهاز ده. والنعمه العظيمه ما حد جابه، ده هو جال لوحده. جال لوحده؟ جال لوحده ولا الواد هيسا جه وزقه عليك؟ اعترفت يا هيسا يا ابن الكلب. طب اسمعنا بس يا عم درويش، انا هفهمك. ولا اسمع ولا نيل، انا قلت لك 100 مره قبل كده بدل المره 1000. اللي زي هيسا ده واي حرامي زيه ما يعتبش المحل هنا. مش عرفك بس ان هو سرق عم درويش؟ مش ممكن يكون شارب مجهوده؟ يلا يلا احيي. اجري انا، اجري. هات لي منديل انا، هات لي منديل انا، امسح الريال. اجري. عم درويش دي تجاره، تجاره والتجاره حلال، معروفه في اي حته. بعدين لو انا ما اشتريتش من هيسا مثلا يعني، ما هو 1000 شهاب غيره هيشتروا. 1000 اسم ملطوط ريحتهم وحشه. يا ابني يا ابني اعمل معروف، انا بحب امشي دغري، ما بحبش المشاكل. عم درويش الفرخه اللي ما بتنكش ما بتاكلش. وبعدين عم درويش انت عايزني دلوقتي تعمل ايه وانا اعمله؟ ارجعه تاني للواد هيسا؟ يا حبيبي ترجع للواد هيسا؟ ترجع للواد هيسا؟ هقو هقو. طب بتقول انا هقاوى يا عم درويش؟ بتتريق عليا؟ بقول لك ايه يا ولا، شوف البتاع ده يتفتح ازاي، لازم نعرف مين صحابه ونردوا له. شوف ما فتحته قبل كده. اه فكيت منه الباسورد وقفلته تاني عشان البطاريه. اه وريه. حته حلوه طبعا طبعا. عجبك؟ ما جايبي. ايوه يعني بس البتاع ده يعني مفيش اي سكه نعرف مين صحابه. بص احنا نقلب بقى، ممكن نبدا بالفيسبوك. افتح ام الفيسبوك. الدكتوره ناديه ابو العزم. اهو ربنا ظهر الحق، طلعت دكتوره وناديه بالعزم، اسم فيلل وقصور عم درويش. هتلاقي ست مليانه ومريشه وصاحباتها قالوا لها خلاص يا دكتوره نادي ابو العزم، فداك يا دكتوره نادي ابو العزم. هتلاقي جاب الثلاثه غيره. جاب الثلاثه غيره. اه بس هتبلغ عندها، ولو بلغت عندها هنبقى كلنا معكوكين. الله يخرب بيتك. بص هنرجعوه يعني هنرجعوه. رجعوه ازاي وانت واخده كده عم درويش؟ انا هاخده افحصه بقى، اطلع منه اي اسم اي رقم تليفون اي عنوان، المهم نوصل لاراضي الست الدكتوره دي. بقول لك يا ولا، هي الصور هنا فين؟ الصور؟ هي الصور. الصور برضه هتعرفك العنوان؟ ما تهلضمش. بقول لك الصور منين؟ تقول لي الصور منين؟ الصور منين؟ الصور موجوده فين؟ هنا اهو. وريني. ايه الصور اهي. اه الجاليري. فاكرني جاهل؟ الجاليري. الجاليري فين؟ في الجاليري. بس في الجاليري. ريتنا كنت قلت الجاليري. احبك. الله 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 الله. يا نابل بتتلوى كده ليه؟ كيو كيو حبيبي كيو حبيبي. الله يا راجل انت بتقف على بعضك. كيو حبيبي انت اتحبلت ولا ايه؟ كيو حبيبي. يا سينابوي تحب اجيب لك الجمبري لوحده والملوخيه لوحدها ولا تحب الغوصهم لك على بعض؟ ايه ده؟ الانطس انطس
حتى تايه عن قنطس لغواصيهم على بعض. عيني مش هتبطل الوساخه اللي انت فيها دي بقى. ايه قنطس دي اللي بتعمل لي كل حاجه؟ بتغسل لي هدوم وتطبخ لي الطبيخ. دي الهاوس كير. الهاوس كير البقين الحمضانين دول تطرطش بيهم على حد تاني لعلمك بقى. طوب ارض المكسيك كلها عارف المليطه اللي انت فيها دي وساكتين عليك عشان خاطر شبتك يا نبوي. يا نبوي عيبه لغوصت ايه ده؟ انت لو لغوصت تروح في 60 ده هتجيلك سكته قلبيه الله يخرب بيتك. ده جبل ده جبل يا علاء. ده انا محترم وراجل حر. انت راجل ناقص والله راجل ناقص. ولعلمك بقى الواد شهاب ابنك عارف انك ناقص وعشان كده ما بيرضاش يبص في خلقتك ومقطعك مش عايز يشوفك. بدل ما تعلمه بر الوالدين. بر الوالدين؟ كنت انت حسن تربيته عشان يبرك. انا مربي احسن تربيه. فعلا مربيه احسن تربيه. احسن تربيه انت مربيه فيها طبعا. لو كان متربي كويس زي ما انت بتقول ما كانش بقى يشتغل في الحاجات المسروقه يا بني ادم. بقول لك ايه؟ لو عايزنا نتغدى معاك بنتي تيجي تفضل جوه مش عايز اشوفها. فاهمني؟ ده هي اللي طبخه الطبيخ. طبخه الطبيخ مش طبخه الطبيخ. تاخد منابها وتتكل على الله. ولا انت ليك شوق في حاجه تانيه يا نبوي؟ لا قول لو ليك شوق في حاجه تانيه ده انت تضيع يعني. ده انا من جدك الله يخرب بيتك. ولعلمك بقى خليها تخلي الملوخيه لوحدها والجمبري لوحده عشان انا ماليش في اللهواصه دي. ماشي؟ ماشي يا نبوي؟ ماشي. ماليش حاجه كده 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 تلوى علي. الله يخرب بيتك. المحل ده مش بتاعي، ماليش دعوه بالنسخ المضروب. والافلام السكس بتاعت عم درويش بتاعت انا. الافلام السكس بتاعت انا. طب باشا كنت ادور على ايه وسعيكم؟ طب حرام عليكم محل ملوش ذنب. انا بني ادم زيكم على فكره. ايه البصه دي؟ ايه دي؟ الحادق. تسلم ايديك يا قنطس. انا سايبك ساعة بتقلب في الموجز يا